هي هاي الكارثة، أنه لما نكون سلطة الطيران المدني بهذه الوضعية البائسة اللي شفناها عبر الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ما عندها منظومة لمكافحة الحرائق وإطفاء الحرائق، هذه كارثة بمعنى الكلمة. مع غير هناك حسب التقارير والمعلومات هناك وصلت موازات كبيرة، ملايين الدولارات من أجل التعاقد مع شركات متخصصة من أجل مكافحة في كل دول العالم. شروط السلامة والأمن والإطفاء هذه شروط عالمية في كل مقاطع العالم متوفرة، ومن الواجبات اللي يجب توفيرها في المطارات حتى تعتبر مطارات دولية ومطارات آمنة. هناك سيارات متخصصة، هناك منظومة لإطفاء الحريق، هناك كوادر يعني متقدمة فنيا في معالجة أي حريق أو أي حادث طارئ يحدث في المطار، لأنه أنت تتعامل مع يعني مع شركات عالمية كبار، مع رعاية الدول الأجنبية يهتمون بسلامة مواطنيهم، بسلامة شركاتهم، بسلامة الطائرة. يعني اليوم المشكلة، عدة الصارة صارت هي المشكلة مو بس هنا سيد سلام، المشكلة انه السيارات مال الحريق اللي جاية تدخل للمطار تريد تطفي الحريق تأخرت بسبب النقاط التفتيش والأمنيات ولازم تخضع للتفتيش. يعني إذا تشوف المعضلة والكارثة وين؟ البيروقراطية الموجودة في الدولة العراقية لما تستعين بشركات أجنبية فاشلة وكوميشنات تابعة للشركات في سماسرة تابعة للأحزاب السياسية، هذه النتيجة. يعني احنا مكنا في الوزارة عام 2005 تم انهاء العقد مع شركة أجنبية، يوم مطار مصر لحد هذه مطار مصر على سبيل المثال استعان بقوة من وزارة الداخلية تابعة للمنافذ الحدودية، تم تدريبهم وتجهيزهم من 2005 لحد الآن. هذه القوة تقوم بحماية مطار مصر، ما حدث أي مشكلة، وعملية الدخول والخروج السلسة، وهم أفراد تابعين لوزارة الداخلية ثم تحولوا على المنافذ الحدودية ويقومون بأداء واجبهم. ليش نجيب شركات أمنية نخسر عليهم ملايين دولار سنويا؟ ما عندك التجهيز، وزارة الداخلية ممكن أنه يدخل منتسبينه إلى دورات خاصة يقوم بحماية القطاع، تعاقد مع شركات لأنه الطريق غير كوميشنات. وطبعا على فكرة الكثير من الوزراء السابقين في وزارة النقل حاولوا إخراج هذه القوة من والله سيد سلام، سيد سلام أزيدك من الشعر بيت، الشركة اللي متعاقدة ويا وزارة الداخلية أصلا ما عندهم تراخيص أمنية ولا حتى موافقات أمنية أنه يشتغلون للمعلومات، يعني أكيد تعرف حضرتك. طبعا الفوضى، احنا ايش نقول؟ نقول انه العراق بلد ما مكتمل سياده، ما مكتمل يعني المقدمات، يعني يكون دوله محترمه تتعامل مع الدول الاخرى باحترام، لانه فوضى، فوضى في الاداره، فوضى في السياسه، فوضى في التعاقدات، فوضى في دخول الشركات الاجنبيه العامله. فلذلك تشوف الدول تحترمك لانه انت ما عندك مقدمات انك تخلي الناس تحترمك وتعاملك باحترام، لانه بين الدول اكو مشاكل، بين الوزارات اكو مشاكل، ما اكو مركزيه، ما اكو منهجيه، ما اكو سياسات ثابته ولا اكو رسم لخطط مستقبليه. يعني شركات تعمل في المقاطع موافقات وزاره الداخليه. زين. ما انت هذه كارثه، كيف انه تسمح للشركه تعمل وتكون مسؤوله عن امن اهم مقر في العراق، وهو مطار دولي يستقبل وفود رسميه، يستقبل رؤساء دول، يستقبل شركات كبرى، يستقبل يعني رعايه اجانب وشخصيات مهمه، والحفاظ على ارواح مواطنيك المسافرين سواء كانوا عراقيين او اجانب. هذه كارثه يعني. فلذلك المشكله في العراق هي مشكله وضع عالمه تعصب مؤسسات الدوله. السيد السوداني انا يعني قبل لا يتكلم في لقاء مع قلت له فوضى اداريه يجب ان تتعامل معها، هيكليه الدوله يجب ان تبنى من جديد، لانه على مدى 19 سنه يعني احنا ضخينا في الدوله يعني اعداد كبيره من الموظفين الغير مهنيين والغير فنيين، صار ترهل في مؤسسات الدوله بشكل كبير جدا. زين.